رفع ياسر أنطوش محامي الفنانة اللبنانية هيفا وهبي طلب لنقابة المهن الموسيقية والتمثيلية كرمال يوقفوا تصاريح عرض فيلم أشباح أوروبا يلي هو من بطولة هيفا وهبي وأحمد الفيشاوي. أما سبب هالطلب هو لأن هيفا ما حصلت على أجرة من الشركة المنتجة للفيلم واللي بيشرف على إنتاجه مدير أعمالها السابق محمد وزيري يلي اتهمته مؤخرا بسرقة 4 مليون دولار تقريبا من حسابها بالبنك بمصر بموجب التوكيل القانوني يلي كانت عاملت له إياه. وكانت الشركة المنتجة أعلنت أنه عم تسعى أنها تعرض الفيلم أول ما يفتحوا السينما بعد فك الحظر بسبب فيروس كورونا. بعد يومين على وفاة الممثلة المصرية رجاء الجداوي تم الكشف عن خبر سعيد لكل يلي بحبوها، فمسلسل لعبة النسيان ما رح يكون عملها الأخير على الشاشة لأنها صورت دورة بفيلم توأم روحي من بطولة الممثل المصري حسن الرداد والممثلة المصرية أمينة خليل قبل إصابتها بفيروس كورونا ومن المقرر عرضه قريبا. بمعلومات خاصة لموقع الفن عرفنا أن الممثلة السورية روعة ياسين انضمت لأبطال مسلسل باب الحارة بجزء 11 مع المخرج محمد زهير رجب بس بعد ما مضيت العقد رسميا. وكانت روعة انضمت للمسلسل الشامي حارة القبة مع المخرجة رشا شربتشي، وعرفنا أنها اعتذرت عن المشاركة بمسلسل أولاد سلطان لانشغالها بأول عملين. دايما بتعبر الممثلة اللبنانية ماجي بغصن عن محبتها للفنانة اللبنانية نوال الزغبي، ونشرت ماجي صورة بتجمع نوال ببنتها يارا وعلقت: نوال الزغبي الأم وبنتها بحبوك، أحلى نوال ويارا بوبياتي. وردت نوال الزغبي بتعليق على الصورة مع بنتها لماجي وحطت القلوب وعبرت عن محبتها لماجي ولا يارا. صورت الممثلة المصرية هنا الزاهد لحظة تعرضها للتحرش اللفظي من قبل مجموعة من الشباب كانوا عم يلحقوها ونشرت الفيديوهات على صفحتها، وبين بأول فيديو أشخاص عم يلحقوا سيارتها ويتحرشوا فيها وكانوا رح يسببوا لها بحادث سير بس هربوا لما شافوا انها عم تصورهم. وشجعت هنا كل صبية بتتعرض للتحرش انه تاخد حقها وتصور المتحرش ليخاف من الفضيحة ويبعد عنها. أعلنت النجمة العالمية باريس هيلتون ترشحها للانتخابات الرئاسية الأمريكية يلي رح تصير بشهر تشرين الثاني بعد ساعات قليلة من إعلان المغني كانيي ويست زوج كيم كارداشيان ترشحه كمان للرئاسة. وكتبت هيلتون: باريس لرئاسة أمريكا، وختمتها بنجمتين والعلم الأمريكي. لمعرفة كافة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com واشتركوا بقناتنا على يوتيوب ليصلكم كل جديد.